ولقاء جديد معاكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنقدم شيء برضو من كماليات الصيد. الحاجة دي خاصة بالوش، الوش اللي احنا بنعمله ونركب في السن. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قبل ما اتكلم عن الموضوع ده، في شوية كماليات كده انا هعرضها بسرعة. في الجوانت ده، طبعا الجوانت ده اللي هو عامل زي اللي بيركبوه بتاع الموتوسيكلات ده كده نص اهو، ده طبعا ممكن تشتغل بيه كده وبتاع، هيساعدك مفيش اي مشكلة. ده في حالة النهار بيحافظ على الايد، ودي بلاستيك نوع من المطاط كاوتش، السن ما يخترقوش عشان يعني لو في اي حاجة ما تخشش في ايدك. ده طبعا جوانتي. ده في جوانتي تاني، ده بالنسبة للبحر، والجوانتي ده جميل جدا اهو، نوع برضو نفس الموضوع. الجوانتي ده ضد المية، و مش من السهل ان سن يخترق، بس ده على البحر احسن عشان يعني صيد البحر بيبقى انضف شوية من صيد النيل والطعم والحاجات دي. طبعا ده نوع من الجوانتي. الجوانتي المهم بقى، اذا كنت بتصطاد بالليل او بتصطاد بحر او نيل، الجوانتي ده اللي فكرته بسيطة جدا. الجوانتي ده فيه اضاءة، انا طبعا هلبسه وانا شغال دلوقتي عشان هيبقى ايه شيء عملي. الجوانتي ده هو عاملين زي اللي بيعمل على الاستك، زي زمان ما بنعمل استك كده ونضرب بيه. ادي الجوانتي اهو، الجوانتي ده وبنلبس الفردة التانية اهي. والاضاءة ده بيساعد طبعا بقى، لا كشاف ولا بتاع ولا اي حاجة، بيساعد وانا شغال وهشتغل عليه. ده طبعا في كشاف تاني اهو، ده كشاف راس يعني اهو. بس طبعا يعني حسب ما انت عايز. اولا اللي هو الاساس اللي انا هتكلم فيه النهارده، اللي هو ازاي اللي حاجه جديده انا ما شفتهاش في مصر. طبعا الجزء بلاستيك، كاوتش بلاستيك مطاط، ده بيتعمل للوش. نقرب من الكاميرا شويه كده اهو، يا رب يكون واضح. بعمل ايه بقى؟ ده بيساعدني في ايه؟ ده بيساعدني في تقصير الوش، تطويل الوش حسب ما انا عايز. غير كده الوش بينزل، الطرفين السلك اللي فيه السنين بينزلوا، بيبقوا بعاد عن بعض زي ما احنا شايفين كده، وما بيشبكوش. يعني ده حاجة بسيطة بس عملية وبتساعد الصيادة. انا ده بيشتغل ازاي او انا بعملها ازاي؟ اول حاجة انا بجيب الخيط بتاعي اهو، الخيط بتاعي مثلا، انا بفضل ان انا ما يكونش الوش طويل قوي، بس انا علشان دي قبل ما اركب فيها السنون انا هعملها طويلة عشان اقدر اقصرها او اطولها حسب ما انا عايز. اول هام انا دي طرفين، دي الطرفين طالعة منها طرفين سلك، يا ريت نقرب الكاميرا كده شوية، طالعة منها طرفين سلك. أنا بدخل الطرف الأولاني ده أهو منها كده، ده الطرف الأولاني منها أهو. وبرجع أدخل الطرف الثاني هنا أنا كده، أصبح الطرفين دخلتهم في المكان بتاعهم اللي هو مكان السلك أهو.
برجع عامل زي نظام الحداثة بالظبط، برجع اروح انا شارب طرف الخيط ده كده، السلك ده كده اهو كده، انا خرجت الطرف الاول من الخيط البلاستيك بتاعي اهو. نيجي بقى على الطرف التاني اهو، يبقى انا كده دككت اللي انا عايزه، يبقى انا كده دككت اللي انا عايزه. بعمل ايه بقى؟ اهي بطول او بقصر، دي طبعا الخاية دي اللي هي بتبقى في المدور، دي المدور علشان نبقى عمليين شوية. انا معايا مضابط صغيرة جدا جدا يعني، علشان عشان الفل، صيد الفل ده مدور، في طبعا مدور اكبر من كده، ده مدور بتاعي اهو. انا باجي هنا، طبعا كلنا عارفين المدور بيتركب ازاي، طبعا ادي الخيط بتاعه، انا بروح مركبه كده واروح، انا بروح مركبه كده واروح اقفل، اصبح المدور راكب في الخيط، وده الوش بتاعي، ده الوش بتاعي يا جماعة اللي انا هعمل منه السنين. طبعا عايز اقصر الوش، بنزل بيه كده اهو، زي ما بنزل اهي، بخلي الوش قصير من هنا اهو، عايز اطول الوش بطول الوش بتاعي اهو. يا رب تكون باينة للكاميرا. طبعا بيبقى فيه طرف سن هنا وطرف سن هنا، ده بالنسبة يعني الحاجة الجديدة بالنسبة، زي ما انتوا شايفين كده، بص في مساحة، يعني نازل الوش نازل مستريح، لا نازل راكب على بعضيه زي ما احنا بنعمل مجوز ولا نازل بتاع. ودي كماليات من ضمن كماليات الصيد اللي بتساعد الصياد وما تقرفوش، لان اكبر حاجة بتضايق اي واحد قاعد على البحر لما الوش بيلف على بعض بتخنقه. فدي حاجة من ضمن الحاجات الكماليات بتاعت الصيد. وقبل ما انهي بسرعه، انا كنت شرحت في فيديو العوامه دي بتشتغل ليل وتشتغل نهار، يعني بالنهار انا هشيل البطاريه، بالليل بركب البطاريه. في طبعا انواع تانية من العوامات اهي، دي بقى ايه، مجموعه نفس الفكره. محدش يا جماعه هنا دلوقتي او في اي حته تانية او اي بلد انا شفتها بيعمل الفله بتاعتنا اللي هي المخرومه ونحط لها بتاع دي كلها، لا كلها محاربة، دي كلها محاربة. ده نوع تاني من الأنواع اللي، عشان سريعا كده قبل ما أنهي الفيديو بتاعي، وأقول لكم متشكرين وكل سنة وأنتم طيبين، ونشوف وشكم بخير، وإن شاء الله أعمل لكم فيديو تاني عن حاجة من كماليات الصيد اللي بتساعد الصياد وتقعدوا يعني مستريحين تاني. كل سنة وأنتم طيبين، وأشوف وشكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.